الرياضة. مهاراتي تتضمن الباركور. الباركور شهاب. التحمل. ثلاث مئة. أنا أحافظ على لياقتي دائما وأقوم بأقصى ما أستطيع من التمرينات. للتدرب صنعت مضمارا لنفسي خارج منزلي. يكاد يكون نسخة مطابقة من مضمار المسابقة. سأحاول مرة أخرى. لكن مع كل هذه المهارات كانت الحياة صعبة. فأنا الأخ الأكبر ولدي مسؤولية كبيرة. أعتني بأخين صغيرين وأهتم بأمرهما وأريد أسعدهما، وهما الدافع وراء اشتراكي. أريدهما أن يكونا فخورين بي. في النهاية لدي كل المهارات اللازمة. اختاروني شهاب من أجل مسابقة بطل الأبطال. وإرسال متحمس لمعرفة رأيهم. قضية في قضيك. سيعجبهم بالتأكيد، لكن لا تأمل كثيرا. حسنا يا شهاب. والآن نعود لمسابقة بطل الأبطال. أنا تشاد. وأنا براد. وسنقدم الآن المتسابقة التالية. قطبي رأى الحماس في عيني. إذا ماذا سيفعل شهاب الليلة؟ أولا سيقفز على طريق الحجارة، ثم يعبر من تحدي الترسي الحديدي، وأخيرا يجب أن يتسلق قمة جبل أجرو. أحبكم جميعا وخاصة أخوي. حسنا يا براد، حان الوقت ليبدأ المسابقة. لنضع التوقيت على الشاشة. يبدو هذا مؤلماً.